بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة المنامة. وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشقيقة الشيخ عزام مبارك الصباح وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.